الأخبار الثامنة من 218 نبدأها بأبرز العناوين. حكماء الشرق يجددون دعمهم للجيش ورفضهم لمخرجات قمة فيينا. شكري: المجتمع الدولي مدعو لمزيد من الجهد لإعادة استقرار ليبيا. أزمات ليبيا تهيمن على اجتماع الشؤون الخارجية الأوروبي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. طلب عدد من شيوخ وحكماء المنطقة الشرقية في مدينة طبرق بإعادة الحوار على أسس بناء حسب تعبيرهم، وفي اجتماع لهم شددوا على دعمهم للجيش الوطني رافضين تحركات المجلس الرئاسي، قائلين إن وحدة الوطن تأتي بالمشاركة بين أبنائه. لا ثقة لنا في المجلس الرئاسي ومندوب الأمم المتحدة. هذا ما قاله شيوخ قبائل المنطقة الشرقية المجتمعون في مدينة طبرق لما يبدو أنه استمرار لمسلسل عدم الثقة بين الأطراف، فاعتبروا المجلس الرئاسي غير مؤهل لقيادة المرحلة بحسب تعبيرهم، مجددين في ذات الوقت رغبتهم في الحوار على أسس مختلفة. نرفض شكلا وموضوعا ما تمخض عنه مؤتمر العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 16 مايو 2016، ونعتبره ضد كل ما يرفع من شأن الديمقراطية وحرية الإنسان وتقرير المصير. الاجتماع الذي حضره عدد من شيوخ القبائل والشخصيات من مختلف مدن المنطقة الشرقية وضعوا خلاله عددا من المطالبات والدعوات، مؤكدين على دعم الجيش الوطني. ندعم الجيش الوطني الليبي وقيادته، ونرفض المساس به أو محاولة تجاوزه والتفريط في تضحياته، وأن معركة الكرامة ليست معركة شخص أو قبيلة أو تنظيم، ولكنها معركة وطن. قضية وحدة ليبيا لم تغب عن خطاب شيوخ القبائل، فطالبوا بترسيخ المساواة بين الليبيين للحفاظ عليها. كانت برقة تاريخيا مؤسسة هذا الوطن وحاملة لواء الجهاد في سبيله، ولم تكن برقة في يوم من الأيام وأهلها دعاة تمزيق لهذا الوطن أو تقسيم له، ولكن هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية ومساواة في إدارة هذا الوطن وحكمه. إن الوحدة المطلوبة التي نؤمن بها لا تكون في ظل هيمنة طرف على مقدرات هذا الوطن والتفرد بحكمه وقراره ومستقبله. استمرار لعدم الوصول إلى حل جامع في البلاد يرسمه عدم رضا الأطراف المختلفة عما صار إليه الاتفاق، مما يجعل المستقبل ضبابيا في حال أصر كل طرف على موقفه دون الالتفات لما آل إليه حال المواطن. نظم في مدينة مصر مساء اليوم تجمع يطالب بتوحيد الصف ودعم الجهود لمحاربة تنظيم داعش. المشاركون شددوا على أن الحرب على داعش هي حرب الليبيين كلهم، داعين الكل للوقوف صفا واحدا لمجابهة إرهاب التنظيم. المعركة يجب أن يفهمها الليبيون جميعا أنها معركة مصير، ولا بد أن يفهمها الجميع أنها قرضابية جديدة لا بد أن نتنادى لها وأن نحسم الموقف مع هذا العدو الغادر الذي لا يريد خيرا لهذا الوطن. قتل وذبح ودمر وشرد، فإن لم نكن له بالمرصاد فإنه سيقضي على الحاضر والمستقبل، ولن ندعه يفعل ذلك. قال الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني في لقاء مع محطة آي تيلي الإيطالية نشرته رويترز اليوم السبت إن قوات الجيش لا يمكن على الإطلاق أن تنضم لحكومة الوفاق الوطني قبل حل الميليشيات المتحالفة معها على حد وصفه، مضيفا بأنه ليس له أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي.
وفي معرض حديثه عن الجيش قال إنه لا يعتقد أن قضية توحيد القوة مهمة بالنسبة للسراج، لأنه يعتمد على عدد من الميليشيات ونحن نرفضها. لابد أن تنتهي الميليشيات، وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق، حسب قوله. يعترف العالم أن تحويل الميليشيات المتقاتلة إلى جيش وطني باستطاعته دحر داعش هو أمر غير هين ويستغرق وقتا طويلا، لكن تدريب وتسليح الميليشيات التي تعلن ولاءها لهذه الحكومة هي خطوة في هذا الاتجاه. كما يرغب العالم أيضا في قيام الحكومة بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لكل البلاد، ويعمل ما بوسعه أيضا لتعزيز سلطتها، ومن ذلك عرقلة الأمم المتحدة لصفقة بيع نفط من قبل حكومة البيضاء. لكن التحديات التي تواجهها حكومة السراج تظل قائمة وتتطلب جهودا مضنية لتجاوزها. أولها وأهمها الحصول على اعتراف بها من الفرقاء الليبيين. فالجيش الوطني بقيادة الفريق حفتر يدين بالولاء للبرلمان الذي لم يصدق على تشكيلة الحكومة بعد، وإن كان قد اعترف بالاتفاق السياسي. كما أن الجيش يرفض أيضا الاعتراف بالمجلس الرئاسي وقراراته، حيث يرى في تشكيل الحرس الرئاسي أمرا مريبا وتعديا على اختصاصات القوات المسلحة، وأن استعانة الرئاسي بالميليشيات لحمايته خطيئة لا تغتفر. فقد أعلن الفريق حفتر أكثر من مرة وبصريح العبارة أن جيشه سيظل يقاتل حتى لا يبقى هناك أي تنظيم أو سلاح خارج سيطرة الدولة، لأن القبول بهذا الوضع سيعيد القضية إلى المربع الأول وسيمنع أي حكومة من القيام بواجباتها. أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة اللواء محمد المدني الفاخري ليلة الجمعة جولة ميدانية مفاجئة للوقوف على عمل الدوريات الأمنية التابعة لغرفة العمليات المشتركة في عدة نقاط داخل مدينة بنغازي. ورافق الوزير خلال الجولة مدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح حويدي، وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية سراج الحاسي إن الجولة تهدف إلى تفقد عمل الدوريات الأمنية وكيفية أداء عملها ومدى جاهزيتها خلال حملات التفتيش على المركبات لضبط المخالفين. من جهته قال الفريق علي كنا إن عسكري مكونات فزان جاهزون لتأمين مدن الجنوب الليبي بالكامل ودعم المدن من خلال حفظ النفط والحدود وتوصيل المياه لمناطق الشمال من النهر الصناعي لإدامة عجلة الإنتاج الزراعي والحيواني وحفظ الأمن. كنا وفي تصريحات إعلامية أكد بأن العسكريين نالوا شرعيتهم من الشعب، وهي أقوى من الشرعيات الأخرى المتمثلة بوجود حكومتين وقيادتين، مؤكدا أنهم سيكونوا على الدوام سندا لكل المناطق التي طلبت مساعدتهم لإعادة الحياة الطبيعية لها، مضيفا أن أهداف العسكريين هي وحدة ليبيا ودعم المصالحة التي يعمل من أجلها الشيوخ والأعيان بروح وطنية. شهدت سوسة بالجبل الأخضر أمس تظاهرة شعبية لتأكيد دعمها للمؤسسة العسكرية واحتجاجا على عمل حكومة الوفاق دون منح الثقة من مجلس النواب. مدينة سوسة حاضنة البحر والجبل، يلتحق أهلها بوقفة أهالي طبرق فيتجمعون في ساحة الاعتصام، يتظاهرون يحتجون رافضين حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين دعمهم الكامل لمجلس النواب والجيش الليبي. هنا ساحات الجبل الأخضر، هنا لسان حال شعب قدم قوافل شهداء فداء الحرية والوطن. لهذا نؤكد على الآتي: أولا، القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها العليا وقيادتها العامة ليست محلا للمساومة. الدوس على العلم الأمريكي وتمزيق نسخة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات إشارة واضحة من المتظاهرين لوسم حكومة الوفاق المرتقبة بأنها تحت الوصاية الأجنبية. إعلانات إملاءات فيينا والعقوبات على السيد رئيس مجلس النواب مرفوضة جملة وتفصيلا. لكن هذا لم يمنع دخول القضايا الداخلية في خطاب المسيرة، فطالبوا بتحرير سرت لما فيه من صون لوحدة التراب الليبي، كذا المطالبة بعودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها.
اليوم نتواجد بمدينة سوسة، اليوم وقفة في هذه المدينة المجاهدة، وقفة لدعم قرارات السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا داعمين للقيادة العامة للجيش الليبي. حضر المظاهرة نواب من المجالس البلدية لمدينتي شحات وسوسة وبعض النشطاء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام. الجالية المصرية من المقيمين في الجبل الأخضر كانوا أيضا هناك. نهني الشعب الليبي بانتصارات جيشه العظيم، كما نهني حكومتنا وشعبنا المصري بانتصاراته ضد الخارجين عن القانون. مصر أم العروبة وقلبها النابض، نعزيها في حادثة سقوط الطائرة طائرة الركاب فجر أمس، سألين الله أن يجعل مثواهم الجنة. في ختام وقفة سوسة الاحتجاجية كان البيان الذي أكدوا فيه أن القوات المسلحة وقياداتها العليا ليست محلا للمساومة، ودعوا الوزراء عن برقة في حكومة الوفاق للانسحاب الفوري، وأن لا حكومة تعمل إلا عن طريق الثقة الممنوحة من مجلس النواب. ما يزال شباب الزاوية المعتصمون بشارع جمال عبد الناصر يرابطون لأجل إنهاء الصراع المسلح الذي طال المدينة منذ شهور. هذا وقد علمت 218 من مصادر خاصة بالمدينة أن المفاوضات ما تزال جارية بين طرفي النزاع، والتي عملت عليها لجنة السلام بالمدينة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية السيد أكرم الخضراوي آمر سرية الشهيد. سيد أكرم، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. دعني أبدأ معك بالسؤال، إلى أين وصلت الجهود لإنهاء هذا النزاع المسلح في المدينة بشكل عام من خلال لجنة السلام؟ والله أولا بسم الله والسلام والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة قناتكم الموقرة. ثانيا طبعا الاجتماع أو بخصوص المشكلة اللي صار في مدينة الزاوية الحبيبة طبعا، والتي نقطة صفر من البداية. احنا قبل حوالي تقريبا من شهرين اتفقنا ان ما نوقفوش الخلاف هذا، طالبين تحقيق، لان زي ما قلنا يعني عناصر المجرم ابراهيم حنيش متكونة من داعش ومن خريجين على القانون ومن حرابة ومرتزقة. نعم. طيب سيد أكرم، هل هناك أطراف بعينها لربما تحاول عرقلة الوصول وعرقلة الجهود للوصول إلى إنهاء هذا النزاع المسلح في المدينة بشكل كامل؟ والله أنا ما عاش فهمت مدينة الزاوية، والله بالضبط ما عاش عرفنا اللي يبي الإصلاح ولا اللي يبي لا، أنا كنت موقوف في سرية كتيبة الردع، ومش عارف كيف الاجتماع أو البنود اللجنة هذه كيف كانت على أساس متفقة أنها تبدأ في التحقيق في النزاع هذا. وبعد فترة تقريبا شهرين ونص قالوا لنا نضو روحوا. طيب نعم. سيد أكرم، كيف تقيم عمل لجنة السلام وهم مجموعة من الشباب في مدينة الزاوية لإنهاء هذا النزاع، وكيفية التواصل بينكم في هذا الإطار لإنهاء هذا النزاع؟ والله طبعا الشباب نقول بارك الله فيكم وحرصكم على المدينة، وخوف أن المدينة يعني إن تتدمر أو تخش في حرب الله أعلم تنتهي أو ما تنتهيش، نشد على أيديهم. لكن أنا نقولهم الطريقة المفروض فعلوا القانون